وننتقل الآن مشاهدينا إلى قصص نجاح الأمرأة العراقية حتى لو كانت في بلاد الغربة. طبعا إحنا سبق وإن كانت ضيفتنا بحلقة من حلقات صباح دجلة عبر السكايب من أستراليا، لكن اليوم إجت ونورت بغداد السيدة عائشة حازم الألوسي، مدونة الطعام ومؤسسة فريق يد بيد لدعم العوائل المتعففة في العراق. نعم جلزار، طبعا راح نسولف ويا السيدة عائشة أكثر، وهالمرة راح يكون حوارنا وياها عن إنجازاتها اللي تخص ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن، لأنه هي تعشق شيء اسمه مساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن، وكرست الجهود والوقت في سبيل مساعدتهم. ويانا الآن من مكاتبنا في بغداد السيدة عائشة حازم الألوسي. يسعد صباحك، نورتي بغداد، أهلا بيك. يسعد صباحك ست عائشة، أهلا بيك، نورتينا. مرحبا، منورة بيكم. أهلا بيك. أهلا بيكم، منورة بيكم، ممنونة. اهلا بيك، نورتي بغداد اكيد واستوديوهاتنا في بغداد. طيب ست عائشه، خلينا نبلش بحوارنا وياك عن كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصه، ايش وقت بديتي بالاهتمام بهالجانب وليش؟ نعم، بديت بي لما ذهبت لاستراليا سيدني. من عشت باستراليا، اني خريجه بكالوريوس اداره اعمال جامعه بغداد، ولكن حبيت أن أستمر وأكمل دراستي، حبيت هذا المجال، فدرست كبار السن واشتغلت بدار مسنين، بعدها الدعم الفردي، وأسست شركة 7 آيز لدعم وتطوير قدرات ومهارات ذوي الاحتياجات الخاصة. نعم، أنا أسميهم العالم النقي. نعم تفضلي سيدة عائشة، حابة أعرف من عندك همينة، بما أنه أنت قلتي يعني افتتحتي هذه الشركة، إيش قد ضافت لك هذه الخطوة اللي سويتيها؟ والله أكيد ضافت لي الكثير، لأن تطوير أولاً الإنسان هو مراحل، فيطور نفسه. أنا كنت أدعمهم وأطلع وياهم، بعدها لما أكون أنا الأقرر شنو الأشياء اللي يستفادون منها، شنو الأشياء اللي أقدر أطور قدراتهم بيها، أخليهم أشخاص فعالين بالمجتمع، صرت أنا صاحبة القرار بدل ما كنت أنا مثلا أنفذ القرار، فلذلك أحس طبعا فادتني كلش هذه الخطوة. نعم. طيب ست عائشة، شلون وأنت أم قدرتي أنه توازنين وأنه توافقين بين كل هذه الأمور والتزاماتك العائلية؟ حقيقة أكيد بصعوبة، يعني لأن أنا أشتغل تقريبا 3 مجالات وفارق الوقت بين العراق وأستراليا كبيرة بحدود 8 ساعات. نعم. أكيد ما أقول أنا ما قصرت، لا أكيد أكو أوقات قصرت، بس أشكر عائلتي اللي يعني تحملتني بهذه الظروف وطتني العذر، والحمد لله والشكر ساندوني هواية. الحمد لله وشكر. طيب ست عائشة، أنت قررتي أنه تساعدين كل ربة بيت وكل أم طبعا، خاصة موضوع الطبخ من خلال قناتك اللي موجودة على اليوتيوب، شلون حابة تساعديهم أو تساعديهم بهذا الشيء أو بالطبخ؟ فكرت أنا أسس قناة للطبخ تساعد كل ربات البيوت والبنات اللي يتزوجون جديد بطريقة تنظيم وترتيب الوقت، اختصار الوقت، إضافة إلها فنون الطبخ. الطبخ هو مو عبارة عن وجبة تنطبخ، حبيت أوضح لهم بأن الطبخ إلى فنون وتزيين موائد واختصار وقت، سرعة، وإضافة إلى هاي كل هالأشياء مهمة بحيث البيت يبقى نظيف ومرتب، وأم البيت بالدعوات تكون مرتاحة وما تركض ومستعجلة وتعبانة. أكيد فعلا عاشت إيدك ست عائشة. كان إلك أيضا خط سير آخر بتأسيس فريق يد بيد لدعم العوائل المتعففة في العراق وباقي الدول العالم، وتقدمين لهم يد العون، شلون يعني فكرتي بهالشي وشلون قدرتي تساعديهم وعن طريق منه؟ أول شيء فكرت أساعدهم هو أول سنة وصلت بها إلى أستراليا سيدني، أنا بلشت بها بالأردن الشقيق. نعم. لما صارت المخيمات مع الزعتري، بعدها انتقلت لأستراليا، ولما استقريت عاهدت رب العالمين أن أسخر نفسي لكل عائلة محتاجة وكل شخص محتاج. أنا ما اختصرتها على العراق، 90% على العراق وباقي الدول العربية، سويت بلبنان، بالأردن، بمصر، باليمن، بالسودان، بالبنغال، كل هذه المناطق.
حبيت أن أسخر نفسي في سبيل الله ويدعموني أكيد أهل الخير ونقدم أكيد. المساعدات ونغير حالة العوائل 180 درجة. ما شاء الله عليك. فتح مشاريع بناء بيوت وهذه الأشياء الحمد لله والشكر. الله يوفقك يا رب. طبعا أنت اليوم موجودة ببغداد لأن عندك حملة خاصة للأيتام، ممكن تحدثينا عنها بالتفاصيل؟ نعم الحمد لله، هذه الحملة هذه الشهر حتكون بالنجف إن شاء الله. هذه الحملة هي كسوة يتيم أني فكرت بيها لدعم الأيدي العاملة العراقية لأن مدى تقدر فرص عمل، ففكرت أسهل طريقة بأن أني أشغل الأيدي العاملة العراقية، أنا أتخيط وأني أشتري من عندهم هذا الخياط وأدعم به وألبس به الأيتام وأسعدهم، فبنفس الوقت أني سويت يعني فائدتين بأن هي شغلت الأيدي العاملة وساعدت الأيتام بهذه الحملة، وفكرت أن تكون بكل محافظات العراق. ما شاء الله عليك ست عائشة، بارك الله بيك والله يزيد من أمثالك. فكل شهر أختار محافظة. ما شاء الله عليك. طيب ست عائشة خلينا نتحدث عن الدعم إلك، يعني بكل هذه المبادرات والأعمال هل هناك دعم من جهات معينة لو أشخاص معينين؟ الحقيقة لا، كلها بمجهودات فردية، أنا وحدي أشتغل هذا الشغل، أسست الفريق وحدي، أخطط من أستراليا، أكون خلف الكاميرا دائما طول فترة الحملة، أسست فريق مكون من شباب طلاب أدعمهم يكملون دراستهم ويستمرون، أو أشخاص يشتغلون بالفريق عندهم أشخاص مريضين يدخلوا لهم مثلا علاج أطفالهم أو شيء، فكله بمجهود فردي بدون مساعدة من أي جهة. نعم. ما شاء الله عليك. ما شاء الله عليك. يا رب طبعا احنا نشكرك اكيد، كل التوفيق لك وان شاء الله نتمنى انه تزورينا في اربيل وتجين هنا نقعد وجها لوجه ونسولف وياك. ما شاء الله الحديث وياك جدا ممتع ونتمنى لك كل التوفيق ست عائشة. نورتينا ان شاء الله. اكيد ان شاء الله قريبا، تشرفت بكم وممنونه من عندكم على المقابله الحلوه. اهلا بك. شكرا لك.